اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج العاب خفه. طبعا شفتوا الحلقه الماضيه، لكن معانا كل يوم خدعه جديده. العاب الخفه ظهرت من القدم، ولكن لا تزال تنال شهرتها الواسعه في عالم الترفيه وتطور اكثر فاكثر. فحبينا في هذا البرنامج نرويكم كل الخدع الشيقه والممتعه. مشاهدينا تابعونا لنهايه الحلقه. السلام عليكم. ممكن شوي من وقتك؟ طيب اعطينا سماعاتك. شوف معي مصاص، ده مصاص ما فيه اي شيء، واضح؟ الحين نحاول نحن نسقط سماعاتك في المصاص. طيب واضح صح؟ طيب الحين بس عشان اتاكد انه يستحب منه ويستحب منه، تمام؟ طيب بس بسوي شيء، لا تزعل. نقطبهم. نقطبهم. لا. طيب شوف. واضحة صح؟ واضح؟ طيب امسك. خلاص الحين قرأ عليهم الفاتحة. خلاص لا تزعل، لا تزعل. شوف. تأكد منهم، تأكد منهم، تأكد. واضح؟ السلام عليكم. معلش بس قاطعناكم. معنا برنامج العاب خفة في نادي حضر موت، بسويكم خدعة بسيطة ان شاء الله تنال اعجابكم. تمام؟ خلده معك بس. تمام؟ خلو ركز. لا 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 تفتحه. شوف بسوي له خدعة بالكروت، بعدين بنجي دفتر الرسم. واصل؟ اول شيء قبل كل شيء، طبعا الكروت كلها عبارة عن كروت مختلفة. تمام؟ الكروت كلها ايش؟ مختلفة. طيب ابغاك تقول لي وقف في اي مكان انت بغيته، قول لي وقف. تمام؟ قول لي وقف في اي مكان. وقف هنا. شيل الكرت. روّل المشاهدين، روّل المشاهدين في الكاميرا. خلاص خلاص خلوا معك، خل الكرت معك. تمام. طيب شوف، انا توقعت الكرت من قبل، من قبل ما اجي معك مسوي الخدعه، ورسمته في دفتر الرسم. تتوقع ذا الشيء صعبه صح؟ هات الدفتر بروك اياه. شوف الكرت المفروض انه وين يكون؟ عندي هنا صح؟ على ما توقعت فيه صح؟ واحد اثنين ثلاث. نفس الكرت صح ولا لا؟ نفسه ولا لا؟ لا قرب. مش نفسه. طيب طيب شوف، خلينا نحاول مرة ثانية، نحاول مرة ثانية، نحاول مرة ثانية. شوف ركز معي، هذا هو صح ولا لا؟ شوف بيتحول. صعبة صح يتحول هو كذا. تمام. أيوة تمام. شوف طيب لو قلت لك إنه ده بوكس صندوق، تمام، وداخله كرتك، بتصدقنا؟ ما بتصدقنا صح ولا لا؟ طيب شوف ركز معي في الصندوق، ركز، بيطلع كرتك من داخل الصندوق. لو تركز شوية بس كرتك بيطلع من داخل الصندوق. شفت كيف؟ لو تلاحظ معي برضو شفت كيف؟ برضو لين الكرت هذا هو. انطباع داخل صح ولا لا؟ شكرا. يدك يدك. السلام عليكم. ممكن وقتك؟ حالة.
طبعا شوف عندك الاوراق كلها طبيعيه، عندك الاوراق كلها طبيعيه تمام. طيب اختار لي كرت ممتاز. طيب قالوا خطك زين وقع. الو طيب ممكن واضح 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 الكرت واضح. شوف الحين حطوا بنات هذا ايوه ممكن. طيب الحين انا معي كرت يعني. ممكن بحط اي شيء على مثلا واضح. انا حطيت عليه حرف R خلاص متفق نغير الورق كرت خلاص. طيب اعطينا يدك اعطينا يدك حط الكرت حط الكرت اعطينا يدك كده خليك مواجه. انت الحين معك توقيعك وانا معي كرتي وتوقيعي تمام. بس شوف كيف هذا كرتك ها. طيب شوف الكرت اللي معك وريه 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 وريه. مشاهدينا الكرام نواصل خدعنا لهذا اليوم مع اطفال الامورين تمام. عارفين عن اسمك؟ ماريا. طيب يا ماريا كيف الاجواء اليوم؟ حلوه صح ولا لا؟ شوفي اليوم بنحليها اكثر بنسوي لك خدعه خفيفه لطيفه ان شاء الله تنال اعجابك خلده معك تمام. طبعا زي ما انتم شايفين الكروت كلها مختلفه تمام مختلفه. ماريا ابغاك تقولي لي وقف في اي مكان. قولي لي وقف في اي مكان. هنا قالت لي وقف هنا صح ولا لا؟ هذا الكرت اللي قالت وقف عنده صح ولا لا؟ كلكم شفتوا الكرت؟ شفتوه كلكم؟ خلاص برجع الكرت في نص الكروت وبنعطيه الكروت دي. طبعا معي صندوق هنا صندوق سحري تمام؟ صندوق سحري. طبعا الصندوق ايش؟ فاضي ما فيه اي حاجة تمام؟ الصندوق فاضي. الصندوق السحري دي طلع فلوس بس على حسب الرقم. توقعون يطلع فلوس؟ صعب صح؟ شوف الصندوق فاضي صح ولا لا؟ كم الرقم؟ لا. يعني تطلع كم؟ 3000. شوفوه تطلع معي 3000. سك عدها عدها 1 2 3. شكرا عدها. كيف حالك؟ طيب ممكن المشفى؟ تفضل. طيب ممكن تفحص ده؟ فحصه وشوفه طبيعي والله مش طبيعي؟ طبيعي يا طبيعي؟ طيب نحطه هنا. ايوه واضحة؟ واضح. طيب نقفل عليه. طيب. الحين بنحاول نحن نرجله كده بس الحين العود اللي داخل هذا المنشفى بغيتك بنفسك تكسره. لحظة بس لحظة ايوه شوفوا لحظة لحظة بس لحظة ايوه. طيب بنفسك تكسره لا بيدين بيدين ايوه بيدين ايوه كسره انكسر. متأكد متأكد انه انكسر؟ طيب صعب انه يرجع مكانه ها؟ صعب صح. طيب شوف تأكد منه شوفه مكسور ها؟ أه؟ كيف رجع؟ كيف رجع؟ والله ها؟ وذلك رجع.
أعزائي المشاهدين، نواصل خداعنا لهذا اليوم مع الأمورين. نتعرف على اسمش؟ تسنيم فؤاد. تسنيم فؤاد، طبعا تسنيم فؤاد، كيف شفتي الأجواء اليوم؟ حلوة صح؟ إن شاء الله بنحليها أكثر، بنسوي لش خدعة بسيطة بأوراق اللعب. طبعا نمسك الكرت، طبعا الكروت كلها عبارة عن كروت مختلفة، تمام؟ الكروت كلها عبارة عن كروت مختلفة، صح ولا لا؟ طيب بغيتش قولي لي وقف في أي مكان، أي مكان يحبه بال قلبش قولي لي وقف، تمام؟ قولي وقف في أي مكان؟ هنا؟ شي هذا هو الكرت اللي قلت وقف عنده، صح ولا لا؟ والمشاهدين شافوه؟ خلاص؟ كلكم شفتوه؟ شفتوه؟ ثلاثة، صح ولا لا؟ بنحطه وين؟ في وسط الكروت. خلي الكروت معك. طيب، الحين أنت اخترتي الثلاثة كرت عشوائي، أنا ما جبرتش إنك تختارينه. تمام؟ طيب شوفي، أنا معي صندوق سحري. يقولون إنه يطلع فلوس، بس ما أنا مداري، بنجرب. فاضي صح ولا لا؟ كلكم تشوفونه؟ الصندوق فاضي. لو طلعنا منه فلوس على حسب الكرت اللي اخترتيه، كم بتطلع منه فلوس؟ 3000، صح ولا لا؟ توقعون تطلع منه 3000؟ الصندوق فاضي، صح ولا لا؟ ركزي في الصندوق، طلع منه 3000، صح ولا لا؟ عديها، 1 2 3000، شكرا. هدي مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في خدعنا لهذا اليوم مع الشباب. بعرفنا عن اسمك عمار الحبشي، وانت طبعا بسوي لكم خدعة بالكيس. خلي الصحن معك، تمام؟ الكيس طبعا سليم، ما في اي شيء، تمام؟ واصل اموره طيبة، الكيس تمام. طيب انا بحط الكيس، قدم يدك هنا شوية، بحط الكيس بدي الطريقة، واصل، بس ما بغيتك تحرك يدك ابدا، تمام؟ معي قبسة، بحرق في الكيس، بس بحاول نرفع الكيس، تمام؟ خلك ثابت، لا تحرك يدك ابدا، تمام؟ خلك ثابت، قلنا في شيء من ودك؟ طبعا معنا قناة حضرموت، بنسوي برنامج خدع بصرية والعاب خفة، نسوي معك خدعة بسيطة لطيفة ان شاء الله تنال اعجابك، تمام؟ قد شي مرة حد سوالك العاب خفة او سمعتها او شفتها في التلفزيون او شيء؟ نادرا تحصل، تمام؟ اليوم ان شاء الله بنقدمها لك لايف. شوف، غالبا العاب الخفة تكون بالورق، بسوي لك خدعة بالكروت. طبعا الكروت زي ما انت شايف عبارة عن كروت كلها مختلفة، صح ولا لا؟ طيب شوف، انا طلعت معي الاربع اليكات من قبل ما تبدا الخدعه، شوف شي بينهن، شي كلهم مختلفات، صح؟ شي بينهن اربع يكات بس، تمام؟ اربع يكات، واصل. الاربع اليكات دي، هذه الاولى، هذه الثانيه، هذه الثالثه، اربع يكات. افتح يدك بس، خلهم في يدك، قفل عليها بيدك الثانيه، خلاص خلك وقف، تمام؟ الهاند يجي عند الاخت، قولي لي وقف في اي مكان، اي مكان قولي لي وقف هنا، قلت يوقف هنا، صح ولا لا؟ شوف الكرت وروي الكاميرا، خلاص رجعيه هنا. طيب بنحط كرتش في نص وين الكروت، صح ولا لا؟ ما نمشيش برضه مرة، طبعا هي اختارت كرت عشوائي، انا مجبرتها انها تختار الكرت هو ده. طيب شوف بالخيال انا بشيل الكرت من نص الكروت ونحطه وسط الاربع ليكات، صعبة صح؟ شوف الأربع ليكات شي بينهن أو لا، من غير ما تكشف الكرت، تمام؟ شوف من غير ما تكشف الكرت، شوف في كرت جديد ظهر، صح ولا لا؟ طيب هات بنرويك إياه الآن، هل هو كرتك أو لا؟ يمكن يكون كرت ثاني، كرتك صح ولا لا؟ نفسه. طيب بنخليه هنا وبنحط الأربع ليكات قدامه، دي المرة مش في يده، تمام؟ عشان تكون أكثر وضوحا، بنشيل كرتك برضه بنحطه في نص الكروت، تمام؟ برضو ثاني مرة بالخيال، بشيل كرتك ونحط وسط الأربع ليكات، توقع أن ممكن، صح ولا لا؟ شوف الأربع ليكات، شي بينها كرت؟ بينها كرت، صح ولا لا؟ شوف الكرت؟ نفس
نفس الكرت بالضبط. شكرا. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج العاب خفه. طبعا الحين وصلنا الى فقرتكم المفضله اللي هي فقره الكشف. طبعا الكل استغرب كيف العود رجع زي ما كان برغم انه العامل بنفسه كسره. الحين بنسوي لكم الخدعه وبنرجع بنشرحها. طبعا معانا المنشفه زي ما تشوفون فاضيه ما فيها اي شيء، ومعانا هذا العود. طبعا اي عود يكون، بنحط العود وبنقفل عليه، بنحاول نرج العود شوي كده، بنحاول ندور العود وبنكسر العود. فعلا انكسر العود، فعليا انكسر، لكن حركة بسيطة العود يرجع زي ما كان. كيف صارت الخدعة؟ طبعا الموضوع مش سحر، الموضوع مش سحر، انما خدعة والعاب خفة كلها زي ما عودناكم وكشفنا الخدعة السابقة. تعالوا للشرح. طبعا هذا اللي هو المنديل مصمم بطريقة انه منحني من الجانب ده ومنحني من الجانب ده. طبعا العود اللي انكسر هذا هو العود اللي انكسر، هذا جزء منه وهذا الجزء الآخر. العود نحن حاولنا ان نحن نخفيه في هذا المكان. طبعا الحين بنرجع بنسوي الخدعة مرة ثانية، نحاول نحن نخبي العود هذا. بحيث انه ما يكون ظاهر للمشاهد او لصديقك اللي بتحاول انك تسوي له الخدعه. طبعا الحين العود موجود في هذه الناحيه، انا كيف اسوي هذه الخدعه؟ اذا كان العود في هذه الناحيه احاول اجيب عود ثاني احطه في نفس الناحيه، بحيث انه لما نسوي كذا يكون العود اللي برا كذا واللي داخل المخبى هنا. نحاول نحن نسوي كده علشان يختفي العود، نسوي له في العادة الطبيعي، نحاول نحن نسوي كده، نسوي أي شيء بحيث إن نحن ندور لهذا العود. الحين مسكت هذا العود، أعطيه بنفسه، خليه بنفسه يكسره، كسره لأنه أصلاً ما كسر العود، كسر العود اللي أنا حطيته واللي هو مش عارفه. طبيعياً بيرجع العود زي ما كان، بسيطة. طبعاً كل الخدع بسيطات، لكن لها طرق ولها شتى انواع، يعني شتى انواع الطرق ولها مزايا ثانيه. طبعا العاب الخفه ما تقتصر على الاوراق فقط، تقتصر على اي شيء في البيت نقدر نحن نستخدمه. ان شاء الله باذن الله انكم استمتعتوا، وانكم استمتعتوا بالشرح وفهمتوا الشرح. فالسلام عليكم.